السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد ما شرحنا أنواع الـ Contract Types وأخذنا فكرة عن Plan Procurement Management، طلعنا بـ Procurement Management Plan ووضعنا فيها الـ Selection Criteria والـ Procurement Strategy وكل الأشياء تكلمنا عنها سابقا، الآن في مرحلة التنفيذ Conduct Procurements. عمليا ان احنا شغالين وعملوا الكونفرنس البيت كونفرنس وعندهم اللي قدموا البيت داكيومنتس وفي الميتينجز والديسكشنز والنيغوشيشنز والسيليكشن كرايتيريا واو الى اخره. فعاوزين نشوف مدى نجاعه الخطه وموائمه وملائمه الخطه مع البروجكت اوبجكتيفز ديورينج ذا اكزكيوشن بروسيس. هنا يا جماعه عمليا شغالين في تعيين الناس، في اختيار السيلرز، في بداية العمل، في الكونتراكت واو واو الى اخره. فلا بد من ضمان انه الخطة we are going to execute it as per planning. حصل اي changes في جهة الكنترول يا جماعة البروسيس القادم ان شاء الله هو بيلاحظ الفرق ما بين ال planning ما بين actual performance وال standard of performance. وفي اي change او في اي differences حيعمل لنا شنو يا جماعة changes، اي variation هيخش بتشنجز عشان يضبط الخطة تمشي as per planning. وبالتالي أهمية الباب ده ببساطة obtaining seller responses. الآن يا جماعة خلاص قدمنا لهم قبل الكوتيشن أو قدمنا لهم الكوتيشن وما بين proposal quotation bid documents، الآن حققنا أو اخترنا الناس المعنيين، أخذنا الفيدباك منهم. Then selecting a qualified seller and implementing the legal agreements for delivery. خلاص اخترنا الناس المعينين او الشخص المحدد وبدينا في عملية توقيع العقود والاجراءات القانونية and so on. Awarding a contract. خلاص يا جماعة بدينا تجي الدفعيات الاولية and so on. The end results of this process are the established agreements including the formal contracts. يا جماعة الشغل ده قلنا بينتهي تماما بعقد قانوني ما بين the seller المشتري sorry البايع and the buyer المشتري، بيناتهم في كونتراك محدد، في procurement statement of work واضحة، في specification محددة، في working condition محددة، في evaluation عملناه ونحن سواء كان cost estimates and so on بمجيب اخترنا الشخص ده. طيب يبقى عشان نبدأ الآن في العملية الفعلية في التنفيذ هو معانا inputs كل plans اللي عملناها مع مجموعة documents لا شك مع مراعاة الأوسايد فاكتور والإنسايد فاكتور، ثم the seller proposals عشان يبقى الآن جاتنا المقترحات من الناس أو الفيدباك عاوزين نختار، لا بد من tools and techniques نعمل بها analysis then we select والselection تبعه أمور تجي تبعه إن شاء الله رب العالمين. يبقى number one the project management plan، فيها لا شك نحن في الباب بتاع البروكيورمنت معنا يا جماعه البروكيورمنت مانجمنت بلان، ولكن معنا السكوب نطاق الحاجه اللي عاوزينها ريكويرمنت مانجمنت بلان، كيف الخطه اللي عملناها قبل في تحديد احتياجاتنا هي شنو، والكوميونيكيشنز مانجمنت بلان طبيعه التواصل ونقل المعلومات ما بيننا وبين ذا ستيك هولدرز، او نقول ما بيننا وبين ذا سبلايرز او ذا سيلرز. ريسك مانجمنت بلان قلنا اي بلان معرض الى ريسكس نحطها في الاعتبار. ثم procurement management plan دي الخطة اللي عملناها في بداية الباب ده، ثم the configuration management plan التعديل والتغيير بيتم كيف وحننفذه كيف وحنعمل له update كيف وحيتم إذا أي جماعة changes لابد نعمله من خلال change management plan. وفيها the configuration management plan تعديل في أشياء معينة، تعديل في functions، تعديل في settings أو settings دي كل جماعة لابد من مراعاتها وهكذا. ثم مجموعة بتاع الداكيومنتس، أي داكيومنت يستفاد منه جماعة في البروكيورمنت يكون معانا. Lessons learned دروس مستفادة يجب نتجنبها إذا كان أخطاء ثم يستفاد منه إذا كان إيجابيات. The project schedule يتعلق بزمن المشروع and so on. Requirement documentation جبناه قبل من باب بتاع السكوب. Risk register stakeholder register جماعة طالما هم معانا الآن هنا معناه جماعة ده عبارة عن risk management plan لازم يكون معانا الريسك ريجستر and so on. ثم the procurement documentations أي document أي ورقة كانت معانا قبل عملناها في البلان تكون معنا الآن. bid documents زي كده يا جماعة عبارة request for proposal ما أعرف request for information request for quotation معانا. source selection criteria وضعنا آلية الاختيار هنختار على أي أساس، عندنا يا جماعة cost وعندنا
تكنيكال ايشوز لازم نعملها كومبينيشن نطلع بالكواليتي. عندنا ده بروكيورمنت اسمها ده فورك شرحناها، لازم تكون مضمنه في العقد او في الشراء. ثم الاندبندنت كوست استيميت ده عباره عن تقييم كان من عندنا للكوست المنطقي والمتوقع للعقد اذا حتكون معانا. ثم ذا سيلر بروبوزل، مع الان اخذنا فيدباك من السيلر، الان قدمنا له بروبوزل، نحاول يا جماعه شنو ندرسه. لا شك مع مراعاه الاوتسايد فاكتورز و ذا انسايد فاكتورز، تكلمنا عن ذا لوكال لوز اند ريجوليشن، هل العقد بتاعي ما يستوفي شروط القوانين في بلدنا اللي احنا شغالين، بلدنا اللي احنا الان بننفذ فيها المشروع من ناحيه قوانين، من ناحيه قواعد، من ناحيه ضوابط. هل اكسترنال ماي ايكونوميك انفايرمنت، هل العقد يتناسب منطقيا او الشروط او انواع العقد مع الوضع الاقتصادي؟ هل احنا حنخسر لو زود مثلا يا جماعه، هل حيخدعنا بالعقد ده؟ فلا بد من قراءه الماركت كونديشنز او الماركت بليس كونديشنز والتضخم الحاصل and so on. كذلك اي معلومه قديمه متعلقه بالشخص اللي حنعمل معه العقد ده، سمعته، خبرته، experience and reputations، حتى نختاره على ثقه. ثم the prior agreements already in place، لو كان في already عقد مسبق ما بيننا وبينه يكون يا جماعه موجود ثم نبني عليه. ثم the contract management systems، طريقه العقد ومتابعه العقد واداره العقد. نحن بيهمنا قلنا يا جماعه الجانب بتاع specification والworking condition والاشياء دي كلها، في ناس بيهم الجوانب القانونيه and so on. ثم inside factors، the list of pre-preferred sellers that have been pre-qualified. لو نحن اوريدي قبل كده تعاملنا مع ناس في المؤسسه بتاعتنا دي واثبتوا جدارتهم وثقتهم وكذا، ده حيكون عندنا اوليه او اولويه عندهم البرايورتي. يبقى يا جماعه هناخد من ناس البي ام او تعتبر internal factors. ثم البوليسز بتاعتنا احنا يا جماعه في طريقه تعاملنا مع السيلر، طريقه اختيارنا للسيلر، شكل التمبلتس، الفورمات اللي حنمشي عليها، شكل العقود اللي حنمشي عليها، الاوراق documentation، شكل الميتنج، زي ما دي كل اشياء internally. ثم دي financial policies and procedures يا جماعه اللي هو الدفعات، نحن بنحدد الطريقه اللي بندفع من خلالها، دي يا جماعه اشياء internally. طيب لابد الان من analysis، نجيب الناس اللي عندهم expertise الخبره. هنا قد يحتاج الى advertising يا جماعه، نعمل اعلان شركه الفلافل مثلا تقدم عطاء لتسليم او تركيب 50,000 وحده في المحل الفلاني، تعالوا يا جماعه الشركات يبقى قدموا، هندي مواصفاتنا سبيسيفيكيشن، نحدد اليوم المحدد، يجوا نعمل لهم عباره عن بيدر كونفرنس، ميتنج كبير جدا، نشرح فيها نحن عاوزين شنو ومواصفاتنا اللي عاوزينها شنو، وندي فرصه بعدها يا جماعه للناس اللي معانا اللي هو الناس الجايين يقدموا الان السيلرز، اذا في اسئله عامه نشرحها لهم نفصلها لهم تكنيكال، نوريهم احنا عاوزين شنو من ناحيه بتاعت الفانكشنز، الاشياء دي كلها حيشرحها الناس اللي عندنا، مفهوم الكواليتي عندنا شنو. ثم بعد ذلك نديهم مساحه يا جماعه نحصل الناس تدينا ترسل لنا الفيدباك بتاع البروبوزلز. وبالتالي ذا بيدر كونفرنس فيه يا جماعه قال also called contractor conferences vendor conferences pre bid conferences، كلها يا جماعه من اساميهم. خلال بيكون في شرح من قبلنا نحن الحاجه اللي عاوزينها، ثم اذا كان في اسئله هم محتاجين يسالوها، بعد ذلك بيرسلوا لنا كل واحد البروبوزل بتاعه والكوتيشنز. Then we analyze the data. بعدين يا جماعه بنحلل البروبوزل. ولا بد من مهارات منا the negotiations، لا بد من interpersonal and team skills negotiations وغيرها، motivations، conflict management، active listening and so on. الان طلعنا يا جماعه بشنو؟ selected sellers. اخترنا الشخص المعني وفقا للمواصفات تكلمنا عنها قبل. ثم عملنا معه agreements فيه the procurement estimate of work or major deliverables، يعني حددنا نحن عاوزين شنو والاشياء الاساسيه المحتاجين لها، الزمن schedule بتاعه، ونقسم على milestones على phases، performance reporting تقارير اول باول حنتابع من خلالها شغل الزول ده، هل هو حيستوفي الشغل الشروط بتاعتنا، شكل الميتنجز، نوع البرايسنج، طريقة الدفع على حسب نوع العقد، الانسبكشن بيتم متين وبيتم كيف، مفهوم الكواليتي عندنا، السبيسيفيكيشن احنا محتاجين ليها، ثم الاكسبتنس كرايتيريا، الاشياء اللي هو اذا استوفاها وي اكسبت ذا كونتراكت، اذا ما استوفاها وي ريجكت ذا كونتراكت، دي كلها يا جماعه اشياء لابد من وجودها بصوره كلير. ثم ذا وارنتي، الضمان، اند فيوتشر برودكت سبورت، وافتر سيل يا جماعه مش معناها ادانا الحاجه بعدين لا، لازم يكون في افتر سيل مينتنس اند فولو اب. ثم الانتنسيفز اند بينالتي يا جماعه، لو كانت في علاوات، مكافآت، كومبنسيشن، او لو كان بالمقابل في بينالتيز،
اي شخص ما استوفى الشروط اللي عليه لابد من شروط جزائيه and so on. كذلك في الاجريمنت عندنا انشورنس اند بيرفورمانس بونز. هل يا جماعه المساله دي عندها ضمان؟ اشتريت منك حاجه اديتني قلت لي ضمان 4 سنوات، كيف حقدر اتابع الضمان ومنو اللي بيضمن لي حق الضمان؟ سبوردينيت سب كونتراكتور ابروفل. يا جماعه اذا كان في ناس اخرين حيكونوا شغالين معاك في الحاجه دي، مثلا يا جماعه الحاجه اللي عاوزين احنا كان حجمها كبير، فحيكون في مين كونتراكتور وفي سب كونتراكتورز، ومحتاجين للسب كونتراكتورز ابروفلز نعتمدهم نحن. صح هم حاجه من طرفك انت السله، لكن لابد احنا برضه يكون يا جماعه حينفذوا حاجه خاصه بنا نحن، فلا بد من اشراف مننا تجاههم بصوره ولو غير مباشره. الشروط العامة terms and conditions change request handling، لو حصل اي change هيحصل كيف، مراحله كيف، هيتم كيف. بيتين هيحصل termination في حالة اخلال اي شخص بالشروط المقبولة او المفروض عليه. ثم البدائل alternative dispute resolution mechanisms، شخص ما بدنا معه عقد مشينا المرحلة الاولى والثانية ما استوفى بالشروط، من حقنا نلغي العقد. ثم الطريقة بعدها بتاع البديل شنو والتحويل للجهة التانية لابد تكون يا جماعة واضحة بصورة كلير وغيرها من الأشياء. أي تشينج قد يطرأ أو الخطة معرضة لأي تشينج يا جماعة في حالة التشينجز، طبعا يا جماعة منو اللي بيقوم بيدرس لنا التشينجز دي؟ هم ناس التشينج، ناس الكنترول الجايين، هم بيختاروا التشينجز، بيقول لك والله الآن في ديفيشنسيز هنا، عدل في العقد، في حاجة ما صحيحة علينا كده، إلزام كده نعقد نعدل في كده، نتيجة لكده حنعدل في كده، حصل أوسايد فاكتور ممكن أخذتنا في الاعتبار، بموجبها حنعمل كده تشينجز أند سو أون. وقلنا التشينج عندنا تشينج مانجمنت بلان لابد، وقد تتضمن معاه ذا كونفجريشن مانجمنت بلان. ثم اي حاجه حصل لها تشينج سواء كان بلان سواء كان دوكيمنت سواء كان الاوبس هنعمل لها ابديت. وكده بحمد الله سبحانه وتعالى نكون الان انتهينا من بروسيس نمبر 2 كوندكت بروكيرمنتس. ثم البروسيس الاخير هو عمليه الرقابه اللي هو ناس التشينجز ديل بيتابعوها الناس ديل عندهم البروكيرمنت مانجمنت بلان و conduct procurement عندما ال plans وال actual performance بموجبها هنعمل changes preventive actions corrective actions defect repair updates لأي حاجة. خليكم معانا البروسيس الجاي هنشرحها إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.